رئيس السيسي يصل إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد. وزير التنمية المحلية يبحث مع منسق الأمم المتحدة تعاون في برنامج تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. وبدء الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وصل رئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد مع مصر، حيث يضم التجمع كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع فيشغراد تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات ما بينهما وتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا ومن المقرر أن تتناول القمة عددا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية ما بين الجانبين، وذلك فضلا عن سبل تطوير التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تتمتع دول التجمع بعضويته. يعد تجمع فيشغراد واحدا من أقوى التحالفات الثقافية والاقتصادية والعسكرية والسياسية في أوروبا. المزيد في سياق هذا العرض التالي. بحث وزير التنمية المحلية دكتور محمود شعراوي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا التعاون في برنامج تطوير الريف المصري حياة كريمة. هذا وأشاد شعراوي بالعلاقات التاريخية التي تربط ما بين الدولة المصرية والأمم المتحدة عبر السنوات الماضية، ومشددا على تطلع الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لها العاملة في مصر، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة المصرية. انطلقت فعاليات الاجتماع السابع لوزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هذا وأكدت وزيرة التجارة نيفين جامع بأن القارة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة والقارية الإفريقية وبدخولها حيز تنفيذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حرة واحدة وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية، وتمثل أيضا خطوة للأمام نحو توحيد الجهود ورمية لإنشاء تجمع اقتصاد إفريقي واحد. تعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين هذا العام تحت شعار مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية. وتشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في العديد من الفعاليات ضمن هذه الاجتماعات،
والتي تبحث موضوعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومساندة الدول لاستعادة معدلات النمو، والتي انخفضت تجراء أزمة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات. انعقدت جولة المشاورات الختامية لإعداد استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2021-2026. هذا وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أنه من المستهدف الانتهاء من الاستراتيجية بحلول شهر فبراير المقبل، وستدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام إلى جانب تسريع وتيرة التحول الأخضر وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص. بعث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع سفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي فرص الاستثمار بالمنطقة وتقديم الدعم الفني لها في مجالات متنوعة. وأشار زكي إلى أن الوضع الحالي للاستثمار في مصر هو أفضل وقت، حيث تتمتع بمناخ جيد للاستثمار وفرص متعددة في مجالات متنوعة. من جانبه أكد سفير الياباني أن بلاده تعتزم تعزيم العلاقات مع المنطقة الاقتصادية للقناة، حيث تعد مركزا استراتيجيا هاما للنقل البحري الدولي والبوابة الرئيسية لقارة إفريقيا. للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي. دكتور فرج، رحب بك معنا في هذه النشرة الاقتصادية. يمكن مؤخرا مصر أصبحت تبذل العديد من الجهود في تطوير كل القطاعات، سواء قطاعات سكنية اجتماعية على مستوى التعليم ومستوى الصحة، لكن بالأخص مصر بذلت جهد كبير في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. برأيك الآن أصبحت وجهة استثمارية عديدة للعديد من المستثمرين، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. بالفعل مصر مضت وقطعت شوط كبير جدا في محور تنميه قناه السويس، ويمكن بيركز بشكل كبير جدا الاستثمارات الحكوميه على اربع قطاعات: قطاع الخدمات البحريه المتعلق بصيانه وتموين السفن، ويمكن الجانب الياباني بدا يدخل على الخط في الدخول في استثمارات كبيره في محور قناة السويس، مع يعني عايز الدور الياباني يظهر خلال الفترة اللي جاية، خصوصا ان المنطقة فيها استثمارات متعددة من دول كبيرة زي الصين وزي روسيا وزي عدد من الدول الأوروبية، يمكن فرنسا بشكل كبير، وبالتالي اليابان بيشوف ليه دور في المنطقة مرة تانية وبيعيد حساباته بحيث ان هو يدخل باستثمارات في هذا القطاع. بالإضافة طبعا إلى القطاع الثاني وهو القطاع الواعد، هو مستلزمات عربات السكك الحديدية والكهربائية، ويمكن ده مصر يعني المونوريل الكهربائي والقطار السريع مصر قطع فيه شوط كبير، وبالتالي الجانب الياباني بيشوف أنه مدى بحث فرص الاستثمار في هذا القطاع. القطاع الواعد طبعا الثالث هو دكتور فرج عشان نفهم يعني هذا المقطع، يعني هل الجانب الياباني هو الذي يقرر الجانب الذي يريد الاستثمار فيه؟ الجانب الدولي عموما مش الياباني بس بيبادر بالفرص الاستثماريه الافضل حول العالم، وبالتالي بيشوف النقاط المثلى في استثماره في العالم وبيبدا ان هو يبحث عن هذه الفرص. ومن ضمن الفرص الاستثماريه الواعده جدا في على مستوى العالم هو المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وبالتالي بيشوف مدى امكانيه التعاون في هذا المجال. يمكن كمان القطاع الواعد خلال الفتره اللي جايه في المنطقه هو قطاع الالكترونيات والالواح الطاقه الشمسيه وقطع الغيار للسيارات، وخصوصا هنا الجزء الخاص بالسيارات الكهربائيه ومستلزماتها. وبالتالي بيشوف مدى إمكانية تعزيز التعاون عشان يزود من استثماراته في مصر، خصوصا أن الاستثمار المتبادل ما بين مصر واليابان بيرجع ل 1982، وبالتالي هو بيشوف مدى إمكانية تعزيز فرص الاستثمار. يمكن كمان الجانب الياباني بيستثمر في مصر في أكثر من 6 قطاعات رئيسية، قطاعات زي التعليم وزي الصحة والسياحة والنقل
والكهرباء والبيئة. قناة السويس ومحور قناة السويس بيتقاطع مع الخطة الاستثمارية للجانب الياباني في مصر في ثلاث مجالات مهمين جدا. المجال الأول هو الكهرباء، ويمكن احنا بنتكلم على محطات الكهرباء بالطاقة النظيفة اللي موجودة في منطقة جبل الزيت المطلة والملاصقة لمنطقة قناة السويس، وبالتالي هو بيدعم تعزيز التعاون ما بين الاستثمارات القائمة بالفعل في قطاع الكهرباء وما بين المناطق اللوجستية الجديدة اللي هيتم إنشائها جاري إنشائها وهيتم إنشائها خلال الفترة اللي جاية. بالإضافة طبعا إلى تعزيز فرص التعاون في مجال النقل والمواصلات، زي ما احنا عارفين وهو معروف انه الجانب المصري والياباني في تعاون كبير جدا في مجال النقل في منطقة صحيح. قناة السويس، ويمكن اهم النقاط الايجابية يمكن كل هذه العوامل دكتور فرج نعم. يعني تزيد من فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يعني لو تحدثنا عن الوقت الماضي، يمكن أزمة كورونا تأثر بها العديد من الدول، لكن مصر من أكثر الدول التي تخطت هذه الجائحة، وأصبح هناك تطوير بشكل كبير في المنطقة الاقتصادية. من وجهة نظرك كيف استطاعت مصر يعني عمل هذا التوازن ما بين الحفاظ على حياة المواطن المصري والدفع بعجلة الانتاج الاقتصادي خاصة في تطوير المنطقة الاقتصادية؟ كيف جرى العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا التوقيت؟ نعم، حقيقة مش بس منطقة قناة السويس اللي شهدت عمل ليل ونهار، يعني خلال الفترة اللي فاتت كان في عملية موائمة شديدة جدا ما بين الدفع بعمليات النمو وزيادة الناتج وما بين الحفاظ على أرواح المواطنين. أكيد. عشان كده شفنا في تنسيق تام ما بين العمل في هذه المناطق بحيث انه ما يكونش في نوع من الازدحام، الى جانب طبعا تسيير الاعمال كما هي. وبالتالي بنشوف يمكن شفنا بالفعل اغلاق في دول كثيره وفي حكومات كثيره اغلقت، ولكن الحكومه المصريه كانت عامله يعني بشكل ليل نهار بحيث انه يتم تسليم هذه المشروعات وتخش حيز الخدمه. ويمكن ده احنا شفنا اكثر من 20 معديه وكوبري ونفق بيربط ما بين الجانب الغربي والجانب الشرقي مصر وسيناء طبعا. وبالتالي دفع الجهود الدوليه انها تبادر ب لذلك مصر يمكن حافظت على معادلات نمو ايجابيه حتى يعني وسط كل هذه الاحداث ووسط هذه الازمه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. أعلنت وزارة الهجرة عن إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج مطلع العام المقبل. هذا وأوضحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن الوثيقة تهدف لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج تماشيا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، ومؤكدة أن الوثيقة تغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصريح العمل بمبلغ تأمين 100,000 جنيه. تتواصل فعاليات ودورة الثالثة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية السيد الرئيس السيسي. ويشارك في هذا المعرض 1500 عارض بالإضافة إلى عدد من الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط ما بين الشعوب. المزيد مشاهدينا تنضم إلينا من معرض تراثنا مراسلتنا شيرين مجدي. شيرين أرحب بك معنا في هذه النشرة الاقتصادية، مزيد من التفاصيل ولو تحدثينا عن نسبة الإقبال في هذا المعرض. بالفعل دهنا لأول مرة في معرض تراثنا للحرف اليدوية في نسخته الثالثة، بيضم هذا المعرض الطفل المبدع، هذا الركن الفريد من نوعه الذي يضم 20 عارض من ضمن 1500 عارض على مستوى هذا المعرض الضخم المقام في نسخته الثالثة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمقام حتى 15 من أكتوبر يوميا من 11 صباحا حتى 10 مساء. هذا الركن بيضم 20 عارض يعني بيقدموا مختلف الفنون التراثية يعني المبدعة، يعني
تصاميم مختلفة، ألوان زاهية، أسعار تنافسية مقارنة بمثيلتها حتى الموجودة في هذا المعرض لي يعني من يكبرونهم في السن. هذا المعرض يعني أغلب المشاركين فيه بتتراوح أعمارهم ما بين 10 ل 15 عام، ربما أغلب يعني هؤلاء العارضين ليسوا متواجدين في هذه اللحظة نظرا لوجودهم في المدارس، لكن يعني زملائهم من العارضين الآخرين المتواجدون بيقومون بعرض يعني منتجات زملائهم أيضا بجانب معروضاتهم ومساعدتهم في بيعها في نوع من أنواع التعاون ويعني روح التعاون ما بين هؤلاء العارضين وبعضهم البعض حتى يجيء زملائهم من مواعيد المدرسة الخاصة بهم خلال الساعات القليلة المقبلة. ناخد جولة في هذا الركن الخاص بالطفل المبدع، هم جميعهم مبدعون بما يقدمونه من معروضات ومنتجات. لو هذا الركن الخاص بإكسسوارات الأطفال من حلقان وسلاسل وأساور مختلفة تروح ما بين الفصوص أو الكريستالات أو فن السيراميك. نيجي لعارضة تانية، دي جولة سريعة ما بين العارضين، دي عارضة بتقوم برسم على الفحم أو بالخشب، كمان ممكن أنت بتقدم لها الصورة بتاعتك وهي بتقوم برسمها وأنت موجود في المعرض، يعني هي العارضة دلوقتي بتقوم بعملية الرسم يعني لايف على الهواء مباشرة من داخل هذا الركن من داخل هذا المعرض. أيضا عارضة أخرى بتتقن فن الموزايك، الفن ده أغلب العارضين فيه بيكون من كبار السن مع اكتسابهم للخبرة، لكن العارضة اللي موجودة معانا النهاردة سنها 15 سنة وهي العاملة الأشكال والتصاميم دي يعني صينية من فن الموزاييك، وأيضا عندها الترابيزات وعلب المناديل من الأخشاب وفن الموزاييك، واللي بتبدأ أسعارها المنتجات عندها من 50 جنيه. كمان ممكن إن هي تعمل قطعة ولوحة فنية وانت موجود معها مباشرة من داخل المعرض. عارضة أخرى أقل يعني موجود معاها داخل المعرض دي مجموعة من الكوفيات والمقالم وإكسسوارات الشعر، وأيضا يعني هي دلوقتي بتعمل الدعامة الخاصة بالكمامات للأطفال الصغار السن، ومجموعة من الإكسسوارات من الفصول تبدأ سعرها من 5 جنيه للأطفال. كمان في خدديات وفي كوفيات وفي أشكال وحاجات مختلفة، ألوان مختلفة وتصاميم مختلفة. ده ركن خاص للإكسسوارات برضو، ممكن يعني طقم زي ده ممكن سعره بيصل ل 100 و 150 جنيه، هنا الطفلة بتقدمه ب 85 جنيه. أيضا مجموعة من الإكسسوارات الأطقم اللي بتصل سعرها ما بين 5 ل 10 جنيه، أيضا دي مجموعة من المشغولات الجلدية، مجموعة من الحافظات أو مجموعة من المدفيات من الجلد. نيجي لعارض آخر باسم، ده بيقدم فن مختلف، هو بيقدمه كمان وانت موجود معايا في المعرض، ده فن المسمار والخيط من خيوط السرمة وخيوط القطن، تصميم والوان مبدعه، ربما يعني اللوح زي ما احنا شايفينها كمان على الحائط شرحه نفسها من الجمال ودقه الصنع، يعني ما تقولش ان ده شغل طفل لن يتجاوز ال 15 عاما من عمره، بالعكس يعني خبره، وممكن كمان يعلمك وانت معاه، يعني هو كمان بيدي فرصه للزوار يعني ان هو يعلمهم هذا الفن وهو متواجد معاه في المعرض. الفن وهو متواجد معاه في المعرض. ده كمان ركن اخر من البلاستيك اللي بيتم كيه حراريا وبيتعمل منه أشكال مغناطيس ممكن تتحط على التلاجة، يعني كفواصل للورق في الكتب، أيضا ميداليات وأواعد لكوبايات بتصل سعرها 20 جنيه. أيضا ده فن السيراميك، دي مجموعة من المجات ده سعره 40 جنيه من فن السيراميك، كله شغل يدوي من أطفال لم يتجاوز عمرهم 15 سنة. ده يعني الركن المميز ده للطفلتين اللي يتجاوز سعرهم 11 سنة وشغل من شمال سيناء، وهذه الميداليات من الفصوص الملونة. دي جولة سريعة في ركن الطفل المبدع من معرض تراثنا، بالعودة لكم للاستوديو مرة أخرى. أشكرك شيرين مجدي على هذا الرصد وكل تلك التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك شيرين مجدي. ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا لمناقشة وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية في البلاد. من جانبه أوضح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن الاجتماع بحث السبل اللازمة لتأمين مستلزمات البلاد من الكهرباء لحفظ الحد الأدنى من إنتاج الطاقة والتي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الأساسية.
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 لكل من الكندي ديفيد كارد والأمريكي جوشوا أنغرس والأمريكي الهولندي جيدو إمبانس. إذا وأوضحت الأكاديمية بأن الاقتصاديين الثلاثة قد أحدثوا ثورة في البحث التجريبي في العلوم الاقتصادية. قالت وكالة بلومبرغ إن قرار الصين بالسماح لأسعار الكهرباء بالارتفاع من أجل تخفيف أزمة الطاقة قد يعزز الضغوط التضخمية في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد. وكان مجلس الوزراء الصيني أعلن أنه سوف يسمح لأسعار الطاقة بالارتفاع بنحو 20% عن مستوى معياري مقارنة بالحد الحالي للارتفاع والبالغ 10%، وذلك في خطوة تدفع منتجي الكهرباء لزيادة الإمدادات. خفض بنك جولدمان ساكس رؤيته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة للعامين الحالي والمقبل، ومشيرا إلى تأخر التعافي في الإنفاق الاستهلاكي. هذا وأوضح البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.6% على أساس سنوي لهذا العام، كما خفض توقعات العام المقبل إلى 4%، وخفض أيضا تقديراته للنمو في الربع الرابع هذا العام والربع الأول من عام 2022 إلى 4.5%. وارتفعت مشاهدين أسعار النفط خلال تعاملات اليوم لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود. هذا وارتفع خام برنت ب 2% ليصل إلى 84 دولارا و11 سنتا للبرميل، كما صعد الخام الأمريكي بنسبة 2.6% ليصل إلى 81 دولارا و45 سنتا للبرميل. ومشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا دانا مدحت، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.